صباح الخير. اليوم نودع البيت بنحاسبهم الحين. طلع حسابنا 42 دولار 3 ليالي مع الفطور شخصين، يعني 3500 سوم. 3000 راح يجيب 500 سوم، لازم نحاسبه بالريال. حنا تقريبا الليلتين 100 ريال، 27 دولار، والليلة 15 دولار. أعتقد أن السعر مناسب وعادل. السكن فيه سلبيات وفيه إيجابيات. الإيجابيات العائلة، تسكن عند العائلة، تروح من قريب الأماكن السياحية وترجع، ما تضطر تروح الكراكول وهكذا. من السلبيات البارحة انقطع الكهرباء ليلة مع الأمطار. الماء والله أحيانا ينقطع، يجيبون لنا بدلوا سطور يجيبونه، لكن هذه تجارب لازم نمر بها ونشوف ونعرف. حقيقة استمتعنا كثير هنا. يعتذرون هالبيت، يقولون ما بعد استوى التفاح، يقولون ما جتنا طبخات التفاح. قلت احنا طبخات التمر عندنا. لا احنا طبخات التفاح يجينا بشهر اغسطس، يعني بعد كم يوم وبدا والله الحين تذوق طعمه زين بعد. ان شاء الله تبارك الله. اخترنا صباح اليوم طريق زراعي، نختصر حتى نجي شمال بحيرات سيكون ان شاء الله. اليوم مفتوح عندنا، مخطط ان نسكن في فندق في نهاية البحيرة، لكني ما حجزت لحد الان وبترك مفتوح. يمكن القى مكان زين على الطريق ما نتأخر ولا شيء، فتركنا المجال مفتوح ان شاء الله اليوم. الامر بسيط ان شاء الله. هنا الصراحة برنامج ما باسمي مهم 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 للمغامرين، واللي يحطون نقاط واللي يضعون أهداف برحلتهم أو نقاط يشوفونها. أوجه السواق عليها والخارطة معي الآن. والله إنها غلط مش وين، ولكنها أدت. قلت راح نقطة ثانية هنا، هذه لازم نحنا شمال البحيرة. يعني إذا شايفين كذا، شوف رايح بنا شمال الحدود، هو الحين غلط. بعد 500 متر الزم اليسار. أفتر 500 راح يسار، راح اضطر نمشي للنقطة العلم هذه وامشي مع الطريق هذا حتى نمشي شمال البحيرة. ومهم البرنامج جدا ما بسمين. التوجيه مش وين اللي سمعتوه على البرنامج، ترى معرض مياه جاسي طلعنا، لان هذا منطقة قريبة على الحدود، وحنا والله متعمدين في طريق اسفلت، لكن والله اللي تعمدت امشي انا كذا. انا ابغى استكشف اكثر واشوف اكثر برحلتي. كل واحد له نمط مختلف ترى في الرحلات، يمكن ما يجوز لي ما يجوز لك، ما يجوز لك ما يجوز لي، ما ادري وش طريقاتها. لو كانت اني انا هذا نمط رحلتي، احب اني امشي واستفيد كل شيء اشوفه ونجربه، ما في تعب ولا في خسر على هالسيارة الحمد لله. والله كل غلطة تعلمنا اكثر ونشوف اجمل بعد. احنا على احدى قمم الجبال هنا، ريح سيارتنا شوي، سخنت ولا طلعنا. والله مغامرة الصبح جميلة جدا، تمشي وتغلط وتتعدل وتدبر حالك. والله انا دائما اكرر واذكر واتكلم كذا، يعني ما ودي احد بعدين يجي ويغامر ويقول ابغى زي كذا ويتعب. انا اقول اذا اكرر الكلام هذا، عشان اذا تبي تغامر زي كذا، نقاط مجهوله، نقاط تكتشفها، لازم تتعب قبل الرحله بتصميم خارطه، تصميم نقاط، تصميم. لا تعتمد على المكاتب. وراح تشوف حنا الان ترى في شهر اخر شهر يوليو، يعني المفترض الناس كلها تقول الان الربيع انتهى، هنا خلاص دخلوا بالخريف، لكن الحمد لله نصل مناطق جميله جدا.
سلكنا الطريق سبحان الله ما تدري وين تصور. جمال روعة، خضار، ألا في أحد. مع هالجبال هذه على حدود كازاخستان، لكن ما شاء الله جميلة، ما تدري وين توقف تصور. منطقة شمال بحيرة سيكول ومنطقة كراكول هي الأجمل في قرقستان، من الطبيعة والأجواء يعني أبرد من بشكيك وسمر والمناطق هذه. دائما خل رحلتك تتركز في المنطقة هذه أكثر، حتى أجواء الغيوم والأمطار البارح ما شاء الله تبارك الله، الأرض مختلفة، كل هذه قرب حدود كازاخستان. من الوصول إلى بحيرة سيكول نوربيك، والله مع السحاب الغيمة بين أخط لك نبي نتوقف على طرف البحيرة قهوة، هذا الطريق يودي إلى البحيرة من الطريق العام. وقفنا عند هذا نبغى نشوفه، قالوا عندهم كافي على الشاطئ هناك، نبغى نشوفه ان شاء الله. نبي نريح لان عندنا زيارة مزرعة ينتظروننا الان ان شاء الله.
هذه عاد جلسات على الشاطئ هنا. تبي جلسة ولا تبي تسد على الكراسي؟ المكان هادي زين. هذا اللي وده يسبح وهذا يجي ياخذ لها الخيمة هذه ويجيبوا لك طلباتك عندك أكل. وصلنا المزرعة هنا نبي نشوف عندهم وش يقول عندهم أنواع الفواكه وهذا أغريخ. ما شاء الله تبارك الله. نور بيك. أوه. والله بيك طاح بهالنعمة هنا الملعون. الله ما شاء الله تبارك الله يا الكرز. شو طاح بالأرض. الله يقول الكرز عندنا ألوان. في عندهم الأصفر هذا. والشجرة ذيك مليانة ما شاء الله تبارك. ما شاء الله هذه تفاحة كبيرة. ما شاء الله تبارك الله. تبي المشمش يقول عب. تبي بجنب بعد الكرز عب. وانواع واشكال. الله ما شاء الله تبارك الله. الشجر مليان. ما شاء الله عندهم المزرعة هنا كل الأصناف تبي تلقاها. اللي ما يبي كرز عاد ياكل تفاح يا جماعة الخير. هذا التوت البري. إذا جيت عند شجرة الكرز مليان لتحت والله إنك تدعس بتقول يا حرام النعمة. إذا جيت عند التفاح الشجر مليان تحت. المشمش مليان تحت. الأرض كلها مليانة فوق فوق سبحان الله. شوف هذا المشمش اللي يقول فوق اللي يجيب بعدين. تجي الأرض تحت مليانة. اسمع صوت هلبة ما ادري والله ما اطلع كذا. الله ما اعرف لهم الا نور بيك. ها نور بيك. هاي. شو تدور؟ السلام عليكم. طحت والله بهالنعمة. لا وان جاك البرد عاد عندك حطب هالكرز والمشمش والخوخ والتفاح. الله ان الله يعيننا على الارطة انا وجهنا عليها.
يقول هذا جمعهم العصر يطلعون على الشوارع عاد يبيعون. ما شاء الله تبارك الله. قالوا هذا خذوه معكم للعشاء، تجون الصبح تجون تجون. الله يبارك لهم. ما شاء الله تبارك الله. فتحت البوكينج بالمزرعة، ما كنت حاجة اليوم، حجزت هنا عند بيت وخذنا جناح، والله ما أكبر ما يقال حتى جناح، بوريك من جهة ثانية. ما شاء الله تبارك. مع الفطور 67 ريال. ما شاء الله تبارك. والله رفضت راية البيت إلا تقدم لنا شاي وضيافة عندهم هنا. قبل هذا ضيافتكم الحين، وهذا فريق الشاي، كثر الله خيره. والله ان الواحد يستحي على المبلغ اللي استاجربه، والله انه يستحي. 67 ريال مع الفطور، ما بعد شنو الفطور. هذه ضيافة بيوتهم هنا في نشكا عندها كلبات البربية تلني. هذه عندهم مشراق الظهر يسمونها، جلست خلف البيت يقول تعالوا يجلسون هي. هذا الدودو أنوشكا أتيك ها تيك أرب نأخذ من العرب عيتي ويلي. ما شاء الله تبارك الله. هذا فطورهم اليوم. والله ما شاء الله قعدت وخبزت الصبح.